شكرا حسام. وفتنا بمجموعة كبيرة من الأخبار الاقتصادية المتنوعة المحلية والعالمية، وننتقل لوقفتنا الحوارية الثانية. الحقيقة أنه قضية أثارت الرأي العام المصري حتى في الداخل والمصريين في الخارج وخاصة في فرنسا، في أهم الأحياء الباريسية تحديدا في إحدى المداخل الكلية الفرنسية بالعاصمة باريس، بيتوافد عليه العديد من طلاب العلم من مختلف الجنسيات الأجنبية. بيوجد تمثال للعالم الأثري الفرنسي شامبليون، نجح في فك، طبعا احنا عارفين انه العالم ده نجح في فك رموز الكتابة الفرعونية، لكن المسيء انه هذا التمثال موضوع بشكل ما انه بيضع قدمه على راس فرعون مكسور على الارض، وهذا الفرعون مرجح، يعني ده مش اكيد، بس هو مرجح انه يكون الملك اخناتون من الاسره ال18. طبعا هو المشكله هنا انه المصريين بالخارج وخاصه في باريس وفي مصر كمان شاعرين شويه بالاهانه، وخاصه انه فرعون مصري، يعني حضاره وتاريخ، فبالتالي انه وضع قدم شامبليون على راس او على هذا التمثال شيء مهين الى حد ما للكرامه المصريه والإنسانية. لكن احنا شايفين الصورة بشكل أوضح، بتوضح الصورة بشكل كبير، هذا التمثال شامبليون يضع قدمه على فرعون مصري. أو أيضا الدكتور وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور أكد من خلال خطاب أرسله للسلطات الفرنسية من أجل إزالة تمثال عالم المصريات الفرنسي الشهير شامبليون، واللي بيضع قدمه على رأس تمثال فرعوني زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي. وقال عصفور أنه تم إرسال خطاب للجانب الفرنسي وكله ثقة بأن السلطات هناك سوف تستجيب لهذا الأمر، وأكد أن معالجة هذه المشكلة تتطلب الحكمة. مزيد من التفاصيل في وقفتنا الحوارية الثالثة النهاردة في هذا الصباح، هنتوجه مباشرة لضيفتنا الدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة. برحب بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. برحب بيكم. صباح الخير وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. حضرتك شايفة أنه هذا الموضوع متعمد بشكل ما، وخاصة إحنا لنا علاقة تاريخية وطيدة جدا مع فرنسا. بصي حضرتك، خليني أقول حضرتك الموضوع في البداية. هذا التمثال موجود في كوليج دو فرانس، دي جامعة فرنسية موجودة في باريس، بيتوافد عليها آلاف الطلبة والطالبات من جميع أنحاء العالم كلها حقيقي. يعني الموضوع ده أنا لما أنا وصلني عن طريق يوتيوب، عن طريق مناشدة من أحد المصريين اللي هم مقيمين في فرنسا من 25 سنة مثلا، عامل مناشدة وبيقول، ومناشدة لرئيس الجمهورية ومناشدة لرئيس الوزراء، مهم مناشدة، وبيقول يا جماعة ده الكلام ده اللي واضح ان هو الفيديو اللي في اليوتيوب ده موجود بقاله بتاع مثلا سنة مثلا حاجة كده، او ممكن يكون حد شافه، ممكن اكيد طبعا، انما دي عبر المناشدة. وكان بيمثل الجالية المصرية هناك في باريس، وبيقول التمثال ده مهين جدا لينا كجالية مصرية، يعني احنا حاسين بالإهانة. الموضوع مش موضوع كبير قد ما هو ممكن موضوع مثلا نفسي، موضوع نفسي. ثانك يو. موضوع مجرد موضوع نفسي ليه المصريين هناك وكده، زي بالعكس، وهنتكلم بعد كده لو حصل كده بالعكس ايه اللي ممكن يحصل. فهذه المناشدة انا لما شفتها، انا لما كنت في باريس رحت زرت اللي ما كنتش شفتها اساسا، فرحت شفت كوليج دو فرانس وشفت هذا التمثال، وهذا التمثال متواجد في الفناء بتاع الجامعه، يعني يعني اساسا يعني على اون بلانير زي ما بيقولوا، في عز في الهواء الطلق، وفي الفناء اللي هو كله بيتصور جنبه، وتشوفي اللي هم جميع الجنسيات بتلتقط الصور بجانبه. فلما حتى انت كمصريه بتشوفي المنظر ده بتحس، يعني بتشعري بشيء من الاهانه الى حد ما، وطبعا اكيد كلكم معايا. طيب زي ما احنا قلنا برضو في التقديمه ان الدكتور جابر عصفور ارسل خطاب رسمي للجانب الفرنسي بحل هذا الموضوع. خلينا نتكلم تحديدا عن الاجراءات المستقبليه اللي يجب ان تتخذها مصر من اجل حفظ الكرامه الحضاريه للجانب المصري. انا مع حضرتك في السؤال ده كويس قوي، وطبعا انا بشكر وزير الثقافه لانه اول رجل مسؤول من أخذ رد فعل رسمي وعمل خطاب، وهو رجل خليبي على فكرة دبلوماسي جدا، وأنا واثقة فيه وواثقة في هذا الخطاب، لأنه سوف يعالج
الإشكالية دي بأسلوب دبلوماسي وبحكمة شديدة، وأنا واثقة في ذلك. ويمكن لدي الأمل الكبير أن ممكن التمثال ده أنه يتغير. على فكرة إحنا طلبنا مش أنه يتعدم التمثال، التمثال ده أثري. ما أنا كنت نفسي أني أنا أحكي قصة التمثال ده. تفضلي تفضلي. فاسمحي لي في البداية معلش أن أنا أحكي. طبعا أنا بشكر طبعا لحضرتك الدكتور جابر على هذا الرد الفعل، وإن شاء الله أنا واثقة أنه إن شاء الله ممكن يجيب نتيجة. هذا التمثال قصته كالآتي. هذا التمثال في فنان تشكيلي اسمه فريدريك بورتيوداري. ده الفنان التشكيلي ده هو ده من التاريخ بقى، وبعد ما أنا دورت وبحثت وقمت بالبحث في الموضوع، هو اللي عمل تمثال الحرية في نيويورك. وهذا عن طريق بحثي، وبحثي عن عبر النت، قعدت أدور مين صاحب التمثال ومين اللي عمل التمثال ده. التمثال ده عمره لا يقل عن 120 سنة، موجود في كولاج دي فرانس، موجود من حوالي 30 سنة أو 40 سنة، أو مثلا يعني في الحدود دي، مش من يعني مش من 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 ساعة بناء الجامعة، لا من مدة انتقل إلى هناك. وهو في الفنان اللي عمله ده نفس الفنان اللي هو اللي عمل تمثال الحرية في نيويورك، اللي بناه ونحته. واللي حصل أعتقد يقال أنه عندما الخديوي إسماعيل، أنت عارفين طبعا تمثال الحرية ده قصته أكيد أنتوا عارفينها، وهو تمثال مصري مصري تمام. تمثال مصري، مش لأن هو التمثال ده كان جاي لنا إحنا. وكان الفنان التشكيلي ده الخديوي إسماعيل طلب منه أنه يعمل له تمثال كبير. ولو تلاحظي أو عند حضرتك الملاحظة أن التمثال عبارة عن فلاحة، يعني تمثال نيويورك عبارة عن فلاحة، ومكان الشعلة دي كانت اللي هو البلاس اللي بيقولوا عليه مكان الشعلة. والتمثال ده كان مفروض جه الخديوي اسماعيل، مفروض ان هو ما يعني ما وافقش انه ياخد التمثال بعد ما وعده، بان وعد فنان التشكيل ده ان هو ياخده، شاف فيه عيب بسيط فما رضيش ياخده. يقال ان هذا التمثال يعني كنايه او عملها الفنان التشكيلي ده، لان هو نفس الفنان التشكيلي اللي عمل تمثال الحريه، هو عملها كنايه في الخديوي اسماعيل لما ما رضيش ياخد التمثال، لان هم قاموا بعد كده باهدائه الى امريكا. هذه قصة تقال، ولا أنا أستطيع أن أنا أؤكدها، إنما هذه قصة أن أنا قريتها عبر النت، أن أنا أشوف أعرف قصة التمثال ده إيه. بس اللي هو اللي لفت نظري واللي أنا متأكدة منه أنه هو نفس التمثال ده هو اللي بنى تمثال الحرية. دكتور إيمان، في نيويورك حضرتك شايفة أنه هيبقى في رد فعل فرنسي سريع، وخاصة ثقة الدكتور جابر عصفور حتى في تصريحه بأن العلاقات بيننا وبين فرنسا علاقات وطيدة جدا، وأعتقد أنه سيكون لهذه الرسالة وهذا التصريح مردود إيجابي. حضرتك شايفة هذا التصريح؟ أنا شايفة أن فعلا الموضوع ده لو اتاخد بحكمة ودبلوماسية، أنت عارفة أن احنا تربطنا بفرنسا علاقة يعني ممتدة جدا، وعلاقة الحمد لله كويسة، وما حصلش بيننا مشاكل في أي وقت، وما أعتقدش أبدا أنهم هياخدوا الموضوع بمحض مشكلة أو حاجة زي كده. لأني لسبب التمثال أثري وله قيمة لديهم. أنا ما عنديش مانع، إحنا ما حدش قال إن كنتوا تعدموه، أو إحنا ما بنقولش، مش طلبنا إن كنتوا تعدموه أو يتكسر أو whatever. لا، هو ممكن يدخل في المكان المناسب، هذا هو طلبنا، أنه يدخل في المكان المناسب، إذا كان مكتب، إذا كان whatever، مكتب رئيس الجامعة، مكتب ما في، لكن إنه بيكون على الملء وفي. لكن هي فكرة يا دكتور تعديل الصورة نفسها، مش فكرة يعني نقله من مكان لمكان، على قد إنه الناس أو بيطالبوا إنه تعديل نضغط. حتى يعني أنا عايزة الضغط يبقى معقول، لأن حضرتك قلتي في الأول إنه شيء نفسي. طيب ما هو شيء نفسي، لو دخل جوه مكان، جوه مكتب ما، مش لازم مكتب بيتردد عليه ناس ويحافظوا عليه، ما عندناش مانع. أصلا ما هو أنت حضرتك لا يمكن تطلبي الأمر به مثلا احنا عايزين تمثال ده يتكسر، مستحيل اظن، ولا انا على اعلم. لكن هذا التمثال اذا كان بيمثل لهم قيمه او قيمه اثريه معينه، لكن احنا مش عايزينه على الملء، المنتهى، الموضوع في منتهى السهوله، ما تحطهوش في الفناء. واشوف انا وفود العالم بتتصور وبتلتقط الصور بجانبه وانا مصريه. طيب. وانا واقفه، وزي الكلام ده على فكره انا اخذته من بعض الاساتذه او الدكاتره المصريين والذين يعملوا في كولاج دو فرانس، يعني يوجد مصريين بيعملوا هناك اساتذه اداره واساتذه، احنا عندنا كوادر انت حضرتك عارفه، وانا شفت هناك وهم مستائين جدا، والجاليه المصريه مستاءة جدا. لا، هو مش مطلوب منكم ان كنتوا ترموه ولا تكسروه، واحنا طالبين
لا دخلوا في المكان، هم بيردوا بيقولوا ان ده معناه فكر، لانه شامبليون هو اللي فك رموز الكتابه الفرعونيه، فعلشان كده يعني هو يعني متقدم على الحضاره الفرعونيه نفسها. نعترف بكل فضل حقيقي العالم ده ردهم يعني. ذاك العالم الاصلي انا بحضر يعني احترمه جدا واعترف بكل الفوائد، وهو له فوائده وله يعني حاجات تانية، فما هو فك طلاسم اللغه واكتشف حجر رشيد وفوق حقيقي يعني. لكن ما يبقاش فوق راس رمزنا. طب في حاجه احنا ما بنتكلمش ان هو فك طلاسم اللغه ان هو على مثلا بالظبط، ما هو ده الفكره. طب بالجزمه، طب ماشي، طب ما كان يحط ايده مثلا كانت تبقى اهون، او يحط مثلا ايده كده انا عندي اهون. انما يعني اعتقد بالقدم لا، انا اسفه طبعا. هي طبعا زي ما قلت التفسير، يا ريت ان يتم البحث على ما قلته عن اللي انا شفته يقال ان هو حته انها اتعملت كنايه في الخديوي اسماعيل، واعتقد انها هي دي فيري يعني منطقي يعني اللي انا بقوله. انما يعني بصفه حضرتك في وزاره الثقافه وممثل وزاره الثقافه، الخطوات التي يجب ان تتخذها مصر في حال عدم استجابه السلطات الفرنسيه لما يقوله وزير الثقافه المصري؟ والله انا بناشد وزير الخارجيه، يعني انا مثلا بتكلم، لو بنتكلم على وزاره الثقافه وبنشوف المنظومه الثقافيه في ظل وزير الثقافه الدكتور جابر عصفور، تلاقي ان هو عامل منظومه ثقافيه مع جميع الوزارات المعنيه بالثقافه وبيعمل بروتوكولات وتعاون. فايه المشكله ان موضوع زي ده يتضافر في جهود الوزارات مع بعض؟ وانا بتكلم على وزاره معنيه بذلك كويس جدا وهي وزاره الخارجيه، اي معنيه بسفارتنا المصريه هناك. واعتقد ان يمكن تكون يعني انا بشكر الدكتور جابر عصفور على رد فعله، انما لو حضرتك لو بصيت لها فعليا هي دور وزاره الخارجيه. فانا بأناشد السفير سامح شكري معالي وزير الخارجيه في انه برضو يلقي نظره على هذا الموضوع. وانا بقول ان الموضوع معنوي وانا واثقه في حله، هيبقى له مردود حلو قوي لشان مصر ومكانه مصر الدوليه. يعني انا شايفاها ان ممكن احنا لدينا من الكوادر الدبلوماسيه الكثيره، ولدينا من المسؤولين الدبلوماسيين اللي لديهم الحنكه والحكمه في التعامل مع سفارتنا وفي الخارج والعلاقات الدوليه لنا. اتمنى فعلا اني يعني مش دور وزير الثقافه بس، صدقيني يعني ده دور وزير الخارجيه، وفعلا انا بقول ان ده دور وزير الخارجيه اكتر من وزير الثقافه. دكتور ايمان، في ملف، الملف الاخر مرتبط بهذه الجزئيه، استرداد بعض الاثار الموجوده في العديد من الدول ونقول فرنسا. ايه اهم الاجراءات والخطوات اللي اتخذت في هذا الاطار او هذا الملف؟ اولا دي عمل وزاره الاثار، تعرف ان وزاره الاثار دلوقتي احنا كنا مجلس الاعلى للاثار يتبعنا، ودلوقتي احنا دايما بنربط بين وزارتين الثقافه والاثار على طول، ما هما فينا تعاون ما بيننا. انما المشروع ده قائم لحد دلوقتي، وهو اوريدي حصل استرداد من بريطانيا معظم القطع الاثريه لدينا، وحصل استرداد من فرنسا، وجاري العمل لان انا متابعه هذا الموضوع كويس جدا. فانا بطمن كله، بطمن يعني الشعب المصري وبطمنكم ان فعلا يعني ان بروسيس، وهم ماشيين في هذا العمل، وهم كل شويه بيحصل او كل مده بيحصل استرداد لبعض القطع الاثريه. ولسه من شهرين كانت بالتعاون مع السفارة مصر في بريطانيا كان استرد مجموعة رائعة من بتاع، ما تنسيش ان المتحف المصري عندنا ان شاء الله يفتتح في 2016، فطبعا عايزين قطع. طب يعني حضرتك بس استغل بس وجود حضرتك معايا، وزارة الثقافة زي كلها دور في التعريف بالآثار المصرية، وخاصة انه في كتير قوي من الآثار المصرية الموجودة، حتى الناس بتشوف تماثيل مش عارفة التمثال ده ايه. هل في مثلا ندوات تثقيفيه بالمشاركه مع وزاره الاثار؟ لانه طبعا التعريف بالاثار المصريه مهم جدا. انا ما بقاش في بلد ثانيه وفي تمثال لفرعون او كذا، انا ما اعرفش ده مين، هو حتى هنا في الخبر بيقول محتمل يكون لاخناتون، فانا عايزه اعرف تصحيح هذه المفاهيم بيكون ازاي من خلالكم. اوكي، اسمحي لي بس اقول لك على موضوع اخناتون ده. حضرتك ممكن او بقى ناشد يعني المشاهدين ان ممكن يخشوا على تمثال يعني في النت يقولوا اخناتون بس،
هيطلع لك اللي هو البروفيل بتاع اخناتون. مش كل الناس بتعرف تتعامل مع النيكت كور، احنا بنتكلم على بلاش انترنت اخناتون، ابحثوا عن اخناتون هتلاقي نفس الوش بتاع هم بيقولوا بين رمسيس واخناتون، لكن هو لا تختلفي عليه ان يكون اخناتون لانه هو نفس البروفيل بتاع اخناتون، هو نفسه اللي هي المناخير الكبيره، البق الكبير لو تلاحظي اللي هو البروفيل بتاعه هو طبعا اخناتون. اما التعريف عن الاثار بقى، التعريف عن الاثار حضرتك، احنا في صندوق التنميه الثقافيه عندنا وهيئه صندوق التنميه الثقافيه وقطاع صندوق التنميه الثقافيه، وده بيعمل تعاون مع مجتمع مدني. اولا يعني انا عايزه تنميه صندوق التنميه الثقافيه بيعمل تعاون مع المجتمع المدني في انه بيعمل رحلات تثقيفيه ورحلات بمواعيد، ممكن تسألوا مثلا هناك ان بيبقى في مواعيد، والرحلات دي بتطلع للاماكن الخفيه او الهيدن جيمز بتاعت مصر كمان، يعني كمان مش الاثار، الاماكن الخفيه، بكل من يرغب في ذلك او كل من يرغب من انه يكتشف مكان او يكتشف اثار معينه بيروح بجدول في مواعيد، في رحلات معينه بتطلع باوتوبيس بياخد الضيوف وبيفرج. لا ده من مشروع، ده مشروع من وزاره الثقافه يعني اوريدي من الحاجات الجديده اللي معموله. طبعا كلنا بنتمنى انه يتم استجابه سريعه من الجانب الفرنسي بما طالبته السلطات المصريه. بشكر حضرتك جدا دكتوره ايمان نجم وكيل وزاره الثقافه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم، وبشكر طاقم البرنامج وبشكر كل حضرتك على كل هذه المعلومات. شكرا لدكتوره ايمان، وبنشكركم مشاهدينا الكرام، وده كان يومنا النهارده من هذا الصباح، كنا معاكم على مدار ساعتين، شكرا لكم والى اللقاء غدا وفريق عمل جديد. الى اللقاء.